بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد مندوب السامي، سيد عبد القيم تزنيت، المجاهد والمقاوم السيد محمد بن سعيد الدر، السيدات والسادة الحضور كل باسمه وصفته، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد أسرتي والدنا المغفور له الحسن بن عابد شوقي، يشرفني ويسرني غاية السرور أن أرحب بكم جميعا من جديد، وأشكركم جزيل الشكر على تفضلكم بتلبية دعوة الحضور إلى هذا الحفل التعبيري، وقد أتيتم من كل حادب وصوب وتجسمتم أعباء ومتاعب السفر، فنرجو الله العلي القدير أن يجازيكم عنا أحسن الجزاء، كما نوجه شكرنا وامتناننا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إحياء هذه الذكرى، وعلى رأسهم السيد مندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الأستاذ الدكتور مصطفى الكتيري، والمجلس البلدي لمدينة تزنيت، وصديقه منذ سنة 1949 الأستاذ الجليل سيد عبد الله مصدق وأفراد أسرته، أطال الله لنا في عمره، وكذلك زملاؤه ورفقاؤه في المسيرة النضالية، سواء في المقاومة وجيش التحرير أو الحزبية وفي التربية والتعليم. وقد أبلى رحمه الله البلاء الحسن في كل الأعمال التي قدمها في جميع هذه المحطات من حياته لأفراد أسرته ولأبناء وطنه، وغرس فيهم روح النضال وحب الوطن، وكان ديدانه في ذلك حب الأوطان من الإيمان. وها أنتم أيتها السيدات والسادة قد شاهدتم الشريط الوثائقي الذي خلد وجسد بعضا من حياة المرحوم، وقفتم على بعض الشهادات التي أعتبرها وسام الشرف والفخر الذي زين به المرحوم صدور أبنائه، وحق لهم أن يفتخروا بها لأنها تحمل في طياتها روح الوطنية والعفة ونكرة الذات. وبهذه المناسبة أجد نفسي عاجزا عن اختيار عبارة الشكر والتنويه للطاقم الإعلامي والفني والتقني لراديو بلس الذي أخرج هذا العمل الجبار إلى الوجود في زمن قياسي، أقول قياسي لأنه لم يتجاوز إنجازه ثلاث أسابيع. وأخص بالذكر السادة السيد عبد الرحمن العدوي وأديب سليكي وأمير وغيرهم من جنود الخفاء، والذين واصلوا الليل والنهار وطافوا بأماكن الأحداث حتى جمعوا ورتبوا ونظموا هذا العمل الفني في حلته النهائية والتي استمتعتم بمشاهدتها. وأستغل هذا المقام لأجدد لهذا الطاقم مرة أخرى شكر الأسرة وأتمم عملهم هذا، وأنوه بمجهوداتهم الحثيثة وطاقاتهم الهائلة وفنيتهم العالية وإصرارهم على مواصلة العمل حتى أنجزوا المطلوب والمرغوب. وأستغل هذه المناسبة لأعلن للجميع عن ميلاد مؤسسة دار المقاوم الحسن شوقي التي سطر النور في بيته الأول داخل السور المدينة العتيقة بتزنيت، الذي شيد سنة 1950 والذي شهد مراحل نضاله منذ سنة 1950 وقت انخراطه في حزب الاستقلال آنذاك والحركة الوطنية، وكذلك انخراطه في العمل المسلح في غش 1953 وانضمامه إلى جيش التحرير بعد استقلال المغرب، وإلى سنوات الجمر والرصاص سنوات 63 و65 وأيام اعتقاله سنة 73 وكذا أيام اعتقاله في سنة 1981 في إضرابات رجال التعليم.
وعاش في هذا البيت إلى أن حصل على التقاعد سنة 1989. وفي سنة 1990 طلق السياسة وغادر هذا البيت إلى بيته الجديد خارج أسوار المدينة العتيقة، والتزم بيته الجديد والمسجد إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. فقضى مدة 40 سنة في هذا البيت الذي اختارت الأسرة أن تجعله دارا، تسميه دار القاوم الحسن بن عبد شوقي. كما تلاحظون السيدات والسادة، فقد عاش الوالد في هذا البيت 40 سنة للتمام والكمال، وهي تؤرخ لفترة شبابه وكهولته، فترة العطاء خدمة للوطن والمواطنين. لذا فأفراد أسرته قرروا أن تكون هذه المؤسسة في هذا البيت، والتي سترى النور قريبا، والتي سينصب اهتمامها بتاريخ المقاومة والمقاومين بالمنطقة من خلال التوثيق المكتوب والمصور، وأيضا ستهتم أيضا بأسر المقاومين، وبالتالي ستكون عربونا لتلك المحبة التي كان المرحوم يكنها لساكنة تزنيت وأحوازها التي تحبه ويحبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.